مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، الله هي الانطلاقه لشو تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شكرا للزملاء على التواصل في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثاره بهذا الاداء المميز الجميل. شوطنا السابع الخاص بالزمول المحليات الاصايل من اجل اصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا نتابع هذه المسيرة، نتابع الانطلاقات، نتابع التحديات، نتابع هنا هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا أيضا في هذه الانطلاقة المتميزة هنا الصدارة المقدمة وهملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المختوم نظام رسهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. محمس على المركز الثاني، محمس من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد سمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم يتابع هنا محمد بن أحمد بالعكوي السلمي المنطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع ينطلق سراب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ضمن احمد بن سلطان بن رشيد من ياتينا على المركز الرابع، ولكن ارى التسلل الجميل هنا ايضا المنطلق هملول في هذه الانطلاقه لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف بن محمد ال نهيان مع الصادق فضل الامين في انطلاقته المنطلق على المركز الرابع. المركز الخامس يتراجع سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمن احمد بن سلطان بن رشيد من ياتينا خامسا، وفي المركز السادس مغير هنا ينطلق من هجن العاصفه بمتابعه غياث الهلالي المنطلق هنا على سادس مراكزنا. وفي المركز السابع، المركز السابع الباز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمن احمد بن سلطان بن رشيد من ياتي بالباز هنا هذه الانطلاقه الجميله. أحد الطيور الجارحة هنا ينطلق وصل مياس، وصل مياس بهذه الانطلاقة ثامنا بهذا الأداء المميز الجميل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أي ضمرة مسري بن سالم بالعرطي الحميري المنطلق هنا على المركز الثامن، بينما المركز التاسع هنا القاطع بشعار هجن الغرافة سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضميره. أما عاشر مراكزنا فيأتينا شاهين سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى التحدي، إلى الانطلاق، إلى الإثارة هنا وهملول على الصدارة، هملول على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا هو التحدي المميز، هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمر سهيل بن مبارك بن مرخان المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني يأتي هملول لسمو والشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين في تضمير المنطلق بهذا التحدي الجميل. هناك من الجانب الآخر يأتينا محمس من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي، وهنا الوصول من شاهين لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن حمد بن عكوي السلمي في تضميره. أما على
المركز الخامس، المركز الخامس والتحديات الجميلة هنا من الباز المنطلق على المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم يضمن أحمد بن سلطان بن رشيد. وفي المركز السادس ينطلق مياس على سادس المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم، يضمر مسري بن سالم بن عرطي الحميري من ياتينا على سادس المراكز في هذه التحديات الجميله. مغير هنا على المركز السابع في هذه الانطلاقه والتحدي الجميل من هجن العاصفه، يتابع غياث الهلالي. ومن الجانب الاخر سراب لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم ضمر أحمد بن سلطان بن رشيد في هذه التحديات الجميلة. المركز التاسع وصل القاطع على المركز التاسع، القاطع هنا على تاسع المراكز بشعار هجن الغرافة يتواجد بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. هنا أيضا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بقيادة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل مع القاطع. أما المركز العاشر، المركز العاشر ياتي هناك ايضا شاهين لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعه في تضميره. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى المنطلقه بهذا التحدي في هذه المسيره والتحديات والاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هنا الى الصداره، نعود الى المقدمه، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقات الجميلة المسائية. هنا هو الصدارة والتغييرات التي تطر وتجرو على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ما شاء الله، مجموعة من الزمول يتواجدن أو كوكبة، هنا كوكبة في هذه الحالة تتواجد، سبعة من الزمول هنا يتواجدان على المقدمة. هذا الانطلاق المميز الجميل في كوكبة متميزة، هناك الصدارة وهملول من غير وانطلق على المقدمة وعلى المركز الأول بهذا الشعار العيناوي المميز، دائما وأبدا يقدم جديد وجديد في مشاركاته المتميزة. شكرا يا أبو محمد على هذه المشاركات الجميلة على أرضية هذا الميدان وتواجد هذا الشعار المميز هنا بمعية رفاقه الشعارات أصحاب السمو الشيوخ على أرضية ميدان المرموم. هملول لسمو الشيخ محمد بن زياد بسيف بن محمد آل نهيان بمتابعة الصادق فضل الأمين. مياس هناك من الجانب الآخر بعد أن غادرنا لوحة الثلاثة كيلومترات، مياس ينطلق هنا مع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، هو بقيادة الخبير في التضمير دائما وابدا ابو حمد مسري بن سالم بن عرطي الحميري لابس عقال السبق منكوس يا ابو حمد. هو مياس على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وهنا الباز على المركز الثالث، الباز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ضمر الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع هملول هنا على المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، اي ضمره ابو مبارك سهيل بن مبارك بن مرخان لجتبي احد شباب مرغم يتواجد هنا في التضمير مع هملول على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، هنا يتابع محمد بن احمد العكوي السلمي في التضمير على المركز الخامس. سادس المراكز محمس هنا مع العاصفه وهجنها في هذا الانطلاق المميز الجميل مع غياث الهلالي في التضمير المنطلق على المركز السادس.
السادس. المركز السابع هو صلاتنا هجن الغرافة قادمة بهذا الانطلاق الجميل مع القاطع، مع القاطع القادم هنا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، مع المدهش سالم بن عامر بن راشد المدوجي في التضمير من ينطلق من الجانب الآخر. وهنا أرى الله المغير، مغير يغير ويغير على المراكز الأولى، مغير هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي أيضا قادم قادم بتحدياته وإثاراته. هناك ياتينا في هذه اللحظات سراب ثم الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم محمد بن سلطان بن رشيد، هذه هي الأسماء، ها هي الأسماء المتواجدة المنطلقة بالتحديات بالإثارة. نعود إلى الله الله الله، نعود والعود أحمد هنا إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط إلى مياس على الصدارة، مياس على المقدمة، مياس على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. مياس، مياس المنطلق بصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع مسري بن سالم بالعرض الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يندفع بصدارة هذا الشوط هو المقدمة مع الكيلومتر الأخير. المركز الثاني ياتينا هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيد بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، هو مغير قادم، مغير قادم غاير على المقدمة، غاير على المقدمة من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. الله، ثلاثية 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 ولا أروع، ثلاثية جميلة بتحدي مميز. الله، بدل مغير، بدل مغير، بدل مغير، مغير 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 يغير على الصدارة، يغير على المقدمة، يغير على المركز الأول مع العاصفة وهجنها بهذا الانطلاق المميز الجميل. هنا إذا مغير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تهانينا على هذا الأداء الجميل للعاصفة وهجنها على هذا الفوز المميز لمغير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة الأستاذ غياث الهلالي. هنا من ينطلق بهذه التحديات الجميلة والإثارة والإثارة وبدون أي أوامر حتى اللحظة. وهناك هملول، الله 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 الله، هملول هملول هملول، ولكن مغير 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 ينتزع الفوز والناموس، لا يرضى إلا بالفوز، لا يرضى إلا بالناموس. تهانينا هجن العاصفة على فوز مغير بالمركز الأول. المركز الثاني هناك وصل هملول سمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد النيان. المركز الثالث كان من نصيب مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم. المركز الرابع كان محمس من هجن العاصفة. خامسا كان القاطع لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. وهنا سادسا سابعا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. والتوقيت الزمني مع ابو عدنان ومتابعة الاستاذ ابو سالم هناك ايضا في الاخراج المتميز هنا 13 دقيقة 24 ثانية، 9 من الاجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل مع مغير من هجن العاصفة. تهانينا لمالكيها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا كذلك الاستاذ غياث الهلالي. بينما المركز الثاني هملول قدم عرض يشكر عليه هنا ب 13 دقيقة 25 ثانية جزئين من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن سمو الشيخ ذياب سمو الشيخ محمد بن ذياب سيف محمد هنيان وللصادق فضل الأمين على هذا الأداء الجميل. هناك الوصول من مياس أيضا وقدم عرض يشكر عليه سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة الخبير مسري بن سالم بن عرطي الحميري. قطع المسافة ب 13 دقيقة 27 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية.